شهد مركز الرعاية الأساسية بكل من قرية بوهلال من معتمدية الدجاش ومستوصف بلاد الحضر بتوزر توافد مئات المواطنين لتلقي الجرعتي الأولى والثانية ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار حملات التلقيح المتنقلة التي تنظمها الإدارة الجهوية للصحة بتوزر لفائدة الشريحة العمرية الأكثر من 40 سنة. الحملة المتنقلة انطلقت بداية من يوم 22 جويلية وتتواصل ان شاء الله باذن الله حتى اخر اوت 31 اوت، ما ناش باش نحبسوا حلينا في المعتمديات الكل. اي شخص عمره تجاوز 40 سنه من 40 سنه فما فوق ينجم يتفضل ينقل يلقح في اي مستوصف قريب ليه. المواطنون الذين توافدوا منذ الصباح الباكر عبروا عن ارتياحهم لتقريب الخدمات وتجنبهم التنقل الى مدينه تورز لتلقي جرعات التلقيح. ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم وقربونا المسافه، ما خلوناش نمشوا للتوزر للبلاصه اخرى، يجوا لهنا ويلقحونا ويعطيهم الصحه وربي يعينهم ان شاء الله. بارك الله فيهم يرحم والديهم، احنا ناس كبار ما نقدوش السموشات والكراهب المشي والجاي، يقربونا هنا يرحم والديهم. حتى هي زادة كلها جت. كما ساهم عديد الجمعيات من المجتمع المدني لمعاضدة مجهودات الفرق الصحية بالتنظيم والتوعية لتسهيل عملية التلقيح. توعنا معناها ما يقارب أسبوعين وإحنا معناها كيف في سبيطارات في المراكز نتاع التلقيح قاعدين ننظموا في المواطنين باش معناها نحاولوا زادة إن نبعدوا شوي بين بعضهم. وإحنا دورنا أول حاجة نشجعوا العباد على التلقيح على خاطر راهو ما عندناش حتى حل آخر، خاصة في الوضع هذايا في البلاد راه ما عندنا حتى حل آخر كان التلقيح. يصير شوية معناها ضغط والكل العباد تبدا مش فاهم، مش أنا موافقين معنا بالوضعيات هذه والكل. هانا نحثوا على التباعد، لبس الكمامة، البروتوكول الصحي الكل. هذا وتشهد ولاية توزر إقبالا محترما على مراكز التلقيح، في حين شهدت جهة الجريد انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة. التلقيح حقيقة بالنسبة لتوزر تسمى مشجعة برش على خطر عدد نظرا للعدد نتاع البرسونال اللي قاعد يخدم، معناها وصلنا كان نحكوا على اللي أكثر من 60 سنة فتنا ل 94%. طب كنشوفوا العدد نتاع الإصابات وحتى عدد النسبة نتاع اللي جو حلوا، معناها وصلنا حتى 52% من اللي جو حلوا تكون مرضى، توا هبطنا على 30، وصلنا 26 مثلا البارح في المئة. حملات التلقيح التي شملت عديد المناطق والقرى والأرياف ساهمت بشكل كبير في تحفيز وتشجيع المواطن خاصة من الفئات العمرية الكبيرة للإقبال على التلقيح.